طيب هنروح لخبر ايضا يخص الفريق الاول. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن ان النادي الاهلي سيستضيف النسخه القادمه من بطوله ابطال الكؤوس لكره اليد. الحقيقه ده خبر يسعدنا لان انت كده طبعا هتشارك في هذه البطوله وبيبقى قبلها السوبر الافريقي. وبمناسبه السوبر الافريقي مش زي السوبر العادي بيبقى مباراه، لا هو بيبقى عباره عن دوره مجمعه. غالبا يعني هيبقى اهلي زمالك وفرقتين من تونس، ممكن يبقى الافريقي والترجي. انا يعني مش عارف السالفه كان هيبقى كده لولا اعتذار الفرقتين في الاخر بسبب كورونا، ولكن السوبر المصري السوبر الافريقي وكاس الكؤوس النادي الاهلي هيستضيفهم. وطبعا ده اعلن عنه الكابتن خالد العوضي على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. والحقيقه دايما زي ما عودناكم احنا بنبقى عارفين الكواليس، ولكن ما بنقدرش نعلن الا لما النادي الاهلي نفسه يعلن، وده سيستم ونظام النادي الاهلي. طيب البطوله هتتلعب في الفتره من 22 ل 25، ده السوبر الافريقي 22 ل 25 ابريل القادم. ده سور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. وكمان هننظم النسخه رقم 39 من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، وهي هتتلعب بعد السوبر، وده طبعا بيان النادي الاهلي. بطوله الكؤوس هتتلعب بعد السوبر فتره من 24 ابريل حتى 6 مايو اللي بعده. طبعا كابتن خالد استلم الخطاب الرسمي طبعا من الاتحاد الافريقي يفيد بحصول الاهلي على شرف تنظيم البطولتين دول. والاهلي كان طلب طبعا ده بناء عن طلب النادي الاهلي. وخلينا اقول لكم النادي الاهلي عندما يتقدم لاستضافه اي بطوله الحقيقه يعني بيبقى صعب حد نفسه. النادي الاهلي بيبقى يعني شفنا بطولات افريقيا كلها، كره سله، كره يد، كره الطائره، النادي الاهلي بيستطيع تنظيم البطولات على اعلى مستوى. البطوله بتتلعب على استاد الامير عبد الله الفيصل. وبالمناسبه انا كان ليا الشرف ان انا غطيت بطوله زي دي من حوالي 2018 او 19 على ما اتذكر، كانت برضه في صاله النادي الاهلي ابطال الكؤوس، والحمد لله حصلنا عليها. فاذا انت الحمد لله الدروب او الازمه اللي كانت ممكن تحصل نتيجه خروجك من قبل النهائي في بطوله افريقيا الابطال بعدم مشاركتك في السوبر، انت كده النهارده ان شاء الله حجزت مقعدك في السوبر الافريقي. لانه الحقيقه ان انا شايف الفرقه دي تستحق تكسب. والله انا مش بقول كده عشان احنا قناه النادي الاهلي، الفريق يعني داعم بشكل جيد، مجلس الاداره وفر كل شيء للفريق، يعني شايف ان هم يقدروا يكسبوا، ولكن شويه روح في مباراه واحده فقط هي مباراة المنافس التقليدي. لو انت عندك الروح والاداء والرغبه هتكسب، بدليل ادائك في المباريات الاخرى مع فرق قويه. يعني لما نقول الافريقي النهارده كسب الزمالك، الافريقي كسب الزمالك فرق 6 او 7 قبل كده، النهارده احنا بنكسب الافريقي فرق 8 اهداف 30-22، والشوط الاول الفرق كان وصل 16-9. يعني انت بتتكلم في يعني انت بتكسب مريح جدا. الافريقي اللي كسب الزمالك النهارده، الترجي بيكسب الزمالك، الترجي بيكسب الزمالك، يعني انت عندك تفوق واضح على الفرق الافريقيه. المشكله فين؟ زي ما قلت لحضراتكم محتاجه دراسه ومحتاجه تحليل من خبرائنا، الطب النفسي الرياضي، يعني في امور كده جديده وحديثه محتاجين ان احنا نحلل فيها. واتصور ان شاء الله النادي الاهلي هيمشي في هذا الطريق.